السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. حلقة جديدة وأخبار متنوعة ومعلومة قيمة نقدمها لكم من خلال طاولة واستعراض نصافحكم فيه عند 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا وسهلا بكم. في كل حلقة اعتدنا أن نبدأ الحلقة بالعناوين. روبيان الشرقية يتصدر الموائد. باحة العسل تنتج 1000 طن من العسل سنوياً. والدفاع المدني يباشر شخصاً احتجز في منزل إثر حريق بالرياض. حياكم الله من جديد مشاهدي الكرام وأهلاً وسهلاً بكم. اليوم صراحة راح نتنقل فيكم بين مختلف مناطق المملكة. راح نروح للجنوب، أو عفوا بنروح أول شيء للشرقية، بعدين بنطلع للجنوب، بعدين بنروح الرياض، وناخذكم أيضا في جولة حول بقية مناطق المملكة. خلونا نبدأ بروبيان الشرقية اللي يتصدر الموائد، وعلى مساحة نحو 120 ألف متر مربع، وسط حالة من الفرح والشغف بين الباعة والمستهلكين والتجار كذلك. وبعد طبعا طول انتظار، يعني نتكلم عن يمكن حوالي 9 إلى 10 إلى 12 شهر كانوا ينتظرونها الناس، انطلق موسم الروبيان بسوق الأسواق أو بسوق الأسماك المركزي في القطيف. طبعا خلنا نتكلم حول هذا الموسم اللي هو موسم الروبيان، اللي تحديداً ينطلق من القطيف، وتحديداً في سوق الأسماك المركزي اللي يعد الأكبر من نوعه بالشرق الأوسط، أيضاً يصنف الرابع عالمياً. طبعاً استطاع الصيادون خلال أيامه الأربعة الأولى جلب نحو 40 طن من الروبيان إلى السوق، فيما ينتظر الباعة رجوع المراكب الكبيرة لجلب كميات أكبر من هذا الروبيان الشهي واللذيذ أكيد، اللي وصلت في موسم العام الماضي 2022 نحو إلى 10,000 طن. يعني نتكلم عن موسم وسوق يعد الرابع أكبر سوق عالمياً. أنا لي قصة عشق مع الروبيان، ممكن ترى بعض الناس يتحسس منه وعنده مشكلة أنه يأكل الروبيان، لكن أنا الروبيان أعتبره من الأشياء المقدسة صراحةً. لا سيما أن الروبيان جميل، يعني وفي أي أشكال جاك تراه جميل، تبغى مشوي، تبغى مقلي، تبغى مسلوق، أبد عيش حياتك. فالروبيان من الوجبات المميزة والجميلة، وأتوقع أنه يعني هذا الرقم موسم الروبيان لا سيما في الشرقية راح يعني يخفض في الأسعار. يعني مثلا خلنا نفترض افتراضا أنه الكيلو كان ب40 ريال مثلا، راح تاخذ الكيلو خلنا نتكلم ب30 ريال، وهذا فارق طبعا. فطبعا ترى هذا مثال ليس على ارض الواقع، لكن انا جالس اقول مثال، فصراحه بيفرق معانا كثير. هذا جانب. الجانب الثاني ايضا بيفرق على وفره الاستهلاك ايضا في المطاعم وغيرها.
وجميل والله اني اشتهيت الروبيان الان. خلونا من الروبيان. الروبيان هذا في الشرقيه، لما تروح لمنطقه القصيم تجد التمور، فما شاء الله تبارك الله عندنا يعني تنوع كبير. لما نروح للباحه نلقى العسل. خلونا نروح للباحه سويه معكم ونحلق الى الجنوب، حيث تعد منطقه الباحه من اهم مناطق المملكه في انتاج العسل. تخيلوا ان الباحه تنتج سنويا 1000 طن من العسل، اللي يقدر بخمس الانتاج السنوي في المملكه من خلال اكثر من 2500 نحال في الباحه، يمتلكون نحو 29000 او 291300 خليه نحل. خلونا نتوقف دقيقه عند هذا الرقم. نتكلم عن 2500 نحال يمتلكون 291300 خليه نحل. هذا الارقام ترى ما جبناها عبثا ولا جبناها يعني نفس ما نقول من الكيس، لا، هذه الاخبار هي او هذه الارقام هي بحسب الاحصائيه الرسميه لجمعيه النحالين في المنطقه. طبعا تعد مهنه تربيه النحل وانتاج العسل من اهم المهن اللي يحرص النحالون عليها في المنطقه، ويحرصون كذلك على تطوير قدراتهم وامكانياتهم في هذا المجال. اصبحت هذه المهنه تجاره وصناعة ومصدر من مصادر الرزق. طبعا مراسل وكالة الأنباء السعودية واس التقى بأحد المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل في منطقة الباحة، أيضا هو عضو جمعية النحاليين بالمنطقة، الأستاذ أحمد بن عوض الغامدي، اللي ذكر أنه بدأ العمل في تربية النحل كونها هواية، تخيلوا أنها قبل 33 سنة، إلى أنه اليوم أصبح أحد منتجين العسل في المنطقة. الأستاذ الغامدي أشار إلى أن هناك عدة أنواع من النحل، تشمل النحل البلدي اللي يستطيع العيش في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى هناك يعني نوع غريب صراحة هو النحل المستورد اللي يتم استيراده وقت الزهرة. وبيّن كذلك أنه إنتاج العسل يكون خلال المواسم اللي تصل تقريبا إلى 18 موسم في الباحة، في السراه وفي تهامة كذلك، ويصل عدد الخلايا في بعض المواسم مثل موسم السدر إلى 3000 خلية في الموسم الواحد. ما شاء الله تبارك الله، والله شيء عجيب صراحة. يعني كميات هائلة تنتجها النحل. أنا أتذكر واحد سمعته قبل فترة يقول أنه مستحيل أنه لما تروح لمحلات الأسواق وغيرها وتشوف علب العسل، يقول مستحيل ترى أنه النحل ينتج هذا العسل كله، إنما هو زيادات ويعني بعض المضافات وغيره. لكن لما تشوف أنه والله في الباحة، وعندك الآن يعني قريب منك ترى على بعد، يعني أبعد واحد عن الباحة يمكن 9 ساعات 10 ساعات عن طريق السيارة، وأقل ذلك وأقل طبعا عن طريق الطيران. لكن نتكلم أنه في الباحة تنتج سنويا 1000 طن من العسل، وعسل طبيعي سدر وزهرة وغيرها من النباتات، سواء في السراه أو في تهامة، في الباحة تجد يعني هذا العسل اللي ينتجونه باحة العسل وأهل العسل، أهل الباحة اللي كلهم عسل. ما شاء الله تبارك الله. والله يا أخي أنا جالس فعلا أتأمل هذه الأخبار، أقول ما شاء الله. في القصيم أمس نتكلم عن مهرجان التمور وكرنفال التمور اللي ما زال مستمر إلى يومنا، وقبل شوي نتكلم عن في القطيف الروبيان وموسم الروبيان في الشرقية والعسل في الباحة. إيش تبغى أكثر من كذا؟ خلونا نشوف خبرنا الثالث، واللي صراحة كان فيه أو هو خبر إيجابي صراحة من الدرجة الأولى، حيث كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن انخفاض إصابات العمل خلال الربع الثاني لهذا العام 2023، انخفضت بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022 ميلادية. طبعا أوضحت التأمينات أن الجهود الميدانية والوقائية والتوعوية، إضافة إلى الالتزام والتزام المنشآت كذلك بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين، أسهم بكل تأكيد في خفض إصابات العمل، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية تسجيل 5845 إصابة عمل جديدة مقابل 6198 إصابة للفترة ذاتها من العام الماضي. طبعا التأمينات لفتت الانتباه إلى أنها مستمرة في جهودها الاستباقية والتوعوية الميدانية للحفاظ على سلامة وصحة المشتركين وخفض نسبة الإصابات أثناء العمل. طبعاً ما شاء الله انخفضت الإصابات، يعني كانت العام الماضي في نفس التوقيت خلال الربع الثاني من العام
6198 إصابة أثناء العمل. السنة هذه لا صارت 5845. ممكن واحد يقول ترى رقم كبير، وأتفق هو رقم كبير صراحة. إصابة أثناء العمل 5000 إصابة و800 هو رقم كبير بلا شك، لكن إحنا جالسين نتفائل بأنه ما شاء الله انخفض إلى 6%. نسأل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المصابين أثناء العمل بالشفاء. لكن من المهم جدا حقيقة أنه أيضا الجهات اللي الجهات التوظيفية أيا كانت أنها تهتم بموظفيها أكثر، توفير سبل السلامة، توفير سبل الوقاية، لا سيما الهندسية والميدانية اللي فيها يعني عمل ميداني، بكل تأكيد أنه هم معرضين للإصابة أثناء العمل. فمن المهم أيضا توفير وسائل السلامة والوقاية حتى لا يصاب الموظف أثناء عمله. شكرا للتأمينات الاجتماعية على متابعة ورصد مثل ذلك، والتأكيد أيضا على المؤسسات بأهمية توفير سبل السلامة والوقاية. مشاهدينا الكرام، هذه أخبارنا وأخباركم اللي تداولتموها في مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثتم فيها أينما كنتم. الآن خلونا نرصد معاكم أبرز الترندات، وهذه الفقرة المرتقبة اللي عنونا لها بترندكم. في ترندكم مشاهدينا الكرام، الدكتور صفوق العنزي، وهو صاحب حساب مميز صراحة في تويتر، ودائما ما يكتب تغريدات توصل للترند. الدكتور كتب تغريدة يعني خلونا نبسطها، قال لا تعامل الناس بالمثل، لكن ما كانت هذه عبارته. خلونا نشوف تغريدة الدكتور صفوق العنزي اللي حققت رواج كبير في تويتر أو في منصة إكس. الدكتور صفوق إيش قال؟ قال في ناس لو عاملتهم بالمثل رفعوا عليك قضية. يعني بالعربي لا تعامل الناس بالمثل، لأنه في بعض الناس إذا عاملته بمثل ما يعاملك سيجد أن هذا عدوان وأنك معتدي عليه، فش يسوي؟ يرفع عليك قضية. أي أن أسلوبه هو كان سيء، يعني أنا عاملته بالمثل، أنا ما عاملته ترى بطباعي، أنا عاملتك بطباعك أنت، فلما شاف طباع انعكست عليه راح يعني رفع قضية. هذه التغريدة حققت تداول كبير صراحة في تويتر، وكان لها ردود فعل متنوعة. خلونا نشوف التعليق الأول من الأستاذة فوزية دريهم إيش كتبت. قالت وكل حاجتك إلى الله وتوكل في قضائها عليه وعامله بي حسبنا الله ونعم الوكيل، فحكم الله أعدل، ينصرك ويخذل من خذلك، فتعيش السعة والسعادة ويعيش الضيق والحزن، فثق دائما بأن الله ذو فضل عظيم قادر بأن يجعل الهموم والأحزان أفراحا ومسرات ويجعل المنع عطاء ورحمة. صراحة تغريدة مميزة، فوض أمرك لله ولا تعامل الناس بالمثل، بل عاملهم بأخلاقك، أعتقد أنه هذا الأنسب. تعليقة اللي تلت ذلك من نقطة إيش قال؟ قال تعطيهم ولا تأخذ منهم، يؤذونك ولا تؤذيهم، تقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك، لذلك ليس عليك إسعاد كل الناس، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا من الناس وليتك تسلم. أتذكر في مقولة ما أدري هي نسبت للإمام أحمد بن حنبل، بس ما أدري صراحة عن صحتها، أنه قال أنك يعني تحسن للناس وتعطيهم من الأموال وتثني عليهم وليتك تسلم بعد، يعني أنت تعطيهم كل ما لديك و تعطيهم الغالي والنفيس وليتك تسلم بعد من أذاهم وشرهم. التغريدة اللي تلت ذلك من ملوكة في تويتر إيش قالت؟ قالت دكتور أنا كل ما سويت معروف بشخص قلب علي بالبداية، تودد لي بشكل فظيع لين أحقق لها حاجتها، بعدها تقلب على إن النية صافية معهم. والله ملوكة صراحة أتفق معها. في بعض الناس عندهم يعني مثل يطبقونه اللي هو إيش؟ تمسكن حتى تمكن، يتمسكن وأنا مسكين وضعيف وا لين يتمكن منك وانقلب ضدك. نسأل الله يعني ونعوذ بالله أن نكون كذلك وأن نعاشر من يمتلكون هذه الطباع. هذه التغريدة اللي كانت على نطاق واسع تم تداولها في منصة تويتر وفي منصة إكس،
أنتم بإمكانكم مشاركتنا آراءكم حول وسم البرنامج اللي يظهر على الشاشة، برنامج أخباركم، من تويتر إلى سناب شات. الدفاع المدني كعادته وكعادة رجاله البواسل قاموا بإنقاذ شخص محتجز في منزل في الرياض كان في حريق، فبجهدهم حقيقة وبتوفيق الله قبل ذلك أنقذوا هذا الشخص اللي وثق سناب الداخلية. خلونا نشوف. خلاص يلا يلا شوي بس، عطني بقى عطني العدل اللي معك. كل الشكر لهؤلاء الرجال البواسل اللي ضحوا بأنفسهم وحياتهم لإنقاذ الآخرين. يعني ما شاء الله شفتوا ما في تردد، شجاعة مباشرة، فتحوا الباب ويعني لأجل إنقاذ هذه الحياة. شكرا لكم وشكرا على هذه المواقف البطولية التي لطالما يعني استعرضناها معنا، ولو أحصيناها لما عددناها، من منصة سناب شات إلى منصة تيك توك. التقني عبد الله السبع صراحة سوى يعني ترند في التيك توك غير طبيعي. ليش؟ لأنه قال لا تضيع فلوسك وتشتري آيفون. خلونا نشوف. نصيحة، لا تضيع فلوسك وتشتري آيفون الآن. محتاج تجدد جهازك، محتاج تشتري جهاز جديد، لا تشتري جهاز جديد. ترى ما بقي شيء على الآيفون الجديد، الآيفون القادم متوقع فيه تغييرات صراحة جدا كبيرة، يمكن من أبرزها وأهمها منفذ الـ USB-C خاصة مع قوانين الاتحاد الأوروبي، وأيضا عندنا في السعودية راح يكون اعتماده بشكل كامل على منفذ الـ USB-C من بداية سنة 2025. فلذلك قد تلاحظ أن أكسسوارات الآيفون اللي هي تجي باللايتنينج أو الشواحن وغيرها تبدأ تتناقص بالسنوات الجاية. فلذلك لا تضيع فلوسك، قدامه تقريبا شهرين او 3 شهور وينزل الايفون الجديد، اصبر وخلي فلوسك بجيبك واشتري الايفون الجديد اريح لك. اذا هذه العباره الخطيره اللي انتشرت انه لا تضيع فلوسك تشتري ايفون، لكن ليس لسبب ان الايفون فيه عيب، لا، بسبب انه الايفون الجديد بينزل وفي تحديثات يعني متنوعه. يعني شوف تعليقات الناس حول هذا الموضوع في التيك توك ايش قالوا. نبدا بذلاند، ايش قال؟ قال 5 سنين وكل سنه نفس الجوال والميزه المنتظره، فتحه USB-C. الحمد لله على نعمة السامسونج. هذا رأيك ويبقى رأيك. تعليق اللي تلا ذلك من ياسر اللي علق في التيك توك وقال ما بشتريه، أنا أشوف كل 5 سنوات جدد آيفونك، غير كذا لا، عشان تحس بالفرق. أتفق معه، كل سنة جوال كل سنة جوال خسارة فلوس على الفاضي، يعني ما في حداثة، لكن كل بعد 5 سنوات في تطوير. تعليق الأخير كان من عبود اللي أبدأ رأيه وقال يا رجال ننتظر آيفون 15 ينزل عشان يرخص آيفون 14 ونشتري آيفون 13. أعجبني التسلسل هذا، وهذا فكر تجاري مميز أو فكر اقتصادي مميز، أنك يعني تشوف الجوال اللي بعده حتى يرخص سعره. هذه كانت أبرز الترندات اللي تداولتموها في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في تويتر، تيك توك، سناب شات. تبقى أن نطلعكم على أهم وأبرز وآخر الأخبار على الساحة المحلية في 90 ثانية. مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 1,000,000 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر بالرياض. الراجحي يدشن دليل عضويات مجلس الجمعيات الأهلية. النائب العام يفتتح المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني. الداخلية تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية. وشرطة حائل تقبض على مواطن لترويجه مادة الإنفيتامين المخدر. تخصص الدمام ينجح في زراعة 26 كبد تبادلية.
أمانة نجران تزيل أكثر من 2000 طن من النفايات. التحالف الإسلامي يدشن خطة التحول الرقمي. سعود الطبية تعرض للتوتر والصدمات العاطفية يصيبان بكدمات الحزن. وتغريم جوجل 5 مليارات دولار لانتهاكها الخصوصية. وصلنا وإياكم مشاهدي الكرام بعد ختام 90 ثانية إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة. نتمنى أن قدمنا لكم وجبة إخبارية متنوعة استمتعتم فيها خلال الدقائق الماضية، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله عند 9 تماما. إلى ذلكم الحين في أمان الله.